مروه باش نقترح عليك زوز شخصيات. خليني نقول لك انه الشخصيات اللي بتشوفهم الكل هم الشخصيات انت تتابع فيهم على انستغرام دونك ناس تعرفهم اكيد. دونك فتى الاحلام به نسيم زيديه امين جرى. نسيم ما خديتش حتى لحظه للتفكير نتعداو. شكرا خزره نسيم يا عيش. حتى كريم عنده خزره باهيه. نسيم شوية فكاهة في الدار ليه؟ ليه نحب الفكاهة؟ أي فكاهة باهية الفكاهة. نسيم. نسيم باهي. نسيم. مرتضى. نسيم. يوسف المساكن. نسيم. ياسين الخنيسي. لا نسيم. نحبوا برشا ياسين وصحابنا وياه ومع عائلته زاد اصحابه ما نحب نسيم. ياسين. ياسين. ميم سيرة ولا زين عينين الخضر وشعر الفاتح معناتها ما يعجبنيش. اما ياسين عنده هكا وهرة وإلي تخي كلاس ياسين. وإلا دو لا بريزونس و ياسين. دونك ياسين. ياسين. نسيم باي باي. والله حتى ميغالو يضحك شرا اما ياسين. باهي. ياسين. معز القديري. نحبو برشا اما ياسين. باهي. ياسين. هذه اسرع فتاة احلام معناتها عليه طق طق طق. ليه انا اللي يعجبك فيا نعرف شنو نحب معناتها نحكيو على العباد توا اللي تعديو الكل بريسك الكل نعرفهم. اي ماني قلت لك الكلهم على به علي تنجم تبع راهو عبد شو انستغرام وانت ما تعرفوش بيرسونيلمون فهمت. ليه ولد بلادي ياسين مشي هو جوال. ليه ياسين ما تبتراش روحك ترتبط باجنبي. لا ليه؟ عزيز يضحكني نحبه. عزيز جبالي. دونك بين عزيز وياسين عزيز. عزيز؟ شبيه؟ اوكي. به؟ عزيز عبد يسربيه راهو معناتها يضحك ومحليه وستيلي دونك عزيز. معناتها بين ياسين بن قمره وعزيز جبالي تختار؟ عزيز جبالي به؟ ليه سامعني عزيز. عطيته من الاول راني قلت لك اني مروعه. ظافر بيان سور ظافر. ظافر؟ اي لا ظافر. هذه تصويره اللي سكر البرنامج. سكر البرنامج؟ لا ظافر ما يطيح عليه حد. به ظافر العابدين فتى احلام مروه العقربي هو ظافر العابدين. به نعرف نختاره. به شوف توا نحن شو اللي باش ناخذه معاك؟ خذينا زوز صور، تصويرة اللي كنت تصويرة ظافر اللي هما زوز صور هذوما. اوكي. هذيك تصويرتك، تصويرة باهية راضية عليها. زوز في البلو. راضية عليها ولا لا؟ راضية، مادام بارتاجيتها راضية عليها. وهذاك ظافر العابدين. دونك في الرجال لو نخلطوكم مع بعضكم ونحولوكم الراجل كيفاش باش يكون وجه الراجل هذايا؟ الابليكاسيون تعطينا الصورة هذي. واو. سؤال مهم. سؤال مهم وخطير جدا. قل لي بين السيد هذا اللي راه فيه وظافر العابدين شكون تختار؟ هو عليه نختار ظافر مخاطر ظافر جاي هذاك. باهي توا باش نعملوا العكس. باهي وجهك ووجهه في النساء شنو يعطي؟ باهي اوكي اعطيونا ترى. واو شبه لي شوي خذيت من نمها أجل. به نمشي أبعد شوي. أي لو أنت وظافر تعرسوا ببعضكم. أي الراجل معرس وعنده صغار نفترضوا. أي وتجيبوا بنية. أي اللوجيسيال شنو يعطيكم وجه البنية؟ ترى ورينا خلينا نشوفوا. هي البنية هي. واو هو بالحق اللوجيسيال خرج لكم اللوجيسيال. لو وبالحق لهنا ما زدنا حتى شيء لوجيسيال وحده
به انت وظافر باش تجيبوا وليد. الوليد كيفاش يعطينا؟ ترى بارك الله. قابله عضالي نايمين. به مروه العقربي باش تبقى مع اللوجيسيال عجبني. قلت له كبر هنا في العمر. اعطانا التصويره هذه. هنا كبيره في العمر. تحب روحك هكا ولا ليه؟ في عمر متقدم. انا نشوف في امي تو هكا. بالحق؟ انا امي انا معناتها. ربي يفضل هنا. يعيشك يفضلك. العمر ما يخوفكش؟ لا لا. لا. في العمر هذا شنو ترى روحك؟ سيدة أعمال، قاعدة في الدار، شيخة، روتريتي. سيدة أعمال. سيدة أعمال. ده. اللوجيسيال طلبنا منه. قلنا له زيدها في الميزان. شو تعطينا الملامح بتاع مروة العقربي؟ أعطانا التصويرة هذه. تعرف ما نبعدش برشا على كيف كنت معناتها قبل سمينة. لا ما ظهرلكش. وجهي اي خاطر وجهي اما لهنا الضعف قداش يبدل العبد؟ بدل برشا. قداش يبدل العبد؟ اي بدل برشا. الصوره بالنسبه لك انت كابوس هذيا ولا ليه؟ لا 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 عشتها ما ليش كابوس. ما تحبش تعاود تعيشها؟ بيان سور لا خاطر يتعبك راهو السمني تعبك في برشا حاجات صحيا كي تبدا صحيا بيان سور مع العمر والعمر وكل مي كي تبدا انت هكا بيرفكسيونيست و تو في سور لو ديتاي ويقلقك شويه. يقلق. به توا قلنا له حولها الراجل. اي لو جيت راجل كيفاش تكون مروه العقربي؟ ورينا التصويره. وخويا اسماعيل. بون شبه شويه. والله خويا. والله خويا. خوك اسماعيل؟ شبه له مش خويا ازين.